بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 37. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد وآله وصحبه البررة الكرام. وبعد، أيها المستمع الكريم، نواصل معك الحديث في هذه الحلقة في بيان أحكام الإمامة في الصلاة. تلك الوظيفة الدينية المهمة التي تولاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وتولاها خلفاؤه الراشدون. وقد جاء في فضل الإمامة أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة. وذكر أن منهم رجلا أما قوما وهم به راضون. وفي الحديث الآخر أن له من الأجر مثل أجر من صلى خلفه. ولهذا كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعلني إمام قومي، لما يعلمون في ذلك من الفضيلة والأجر. لكن مع الأسف الشديد نرى في وقتنا هذا كثيرا من طلبة العلم يرغبون عن الإمامة ويزهدون فيها ويتخلون عن القيام بها إيثارا للكسل وعدم رغبة في الخير. وما هذا إلا من تخذيل الشيطان. الواجب عليهم القيام بها بجد ونشاط واحتساب للأجر عند الله، فإن طلبة العلم أولى الناس بالقيام بها وبغيرها من الأعمال الصالحة. وكلما توافرت مؤهلات الإمامة في شخص كان أولى بالقيام بها ممن هو دونه، بل يتعين عليه القيام بها إذا لم يوجد غيره. فالأولى بالإمامة الأجود قراءة لكتاب الله تعالى، وهو الذي يجيد قراءة القرآن بأن يعرف مخارج الحروف ولا يلحن فيها، ويطبق قواعد القراءة من غير تكلف ولا تنطع، ويكون مع ذلك يعرف فقه صلاته وما يلزم فيها كشروطها وأركانها وواجباتها ومبطلاتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وما ورد بمعناه من الأحاديث الصحيحة ما يدل على أنه يقدم في الإمامة الأجود قراءة للقرآن الكريم الذي يعلم فقه الصلاة، لأن الأقرأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكون أفقه. فإذا استووا في القراءة قدم الأفقه، أي الأكثر فقها، لجمعه بين مزيتين القراءة والفقه، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، أي أفقههم في دين الله. ولأن احتياج المصلي إلى الفقه أكثر من احتياجه إلى القراءة، لأن ما يجب عليه في الصلاة من القراءة محصور، وما يقع فيها من الحوادث التي تحتاج إلى الفقه غير محصورة. فإذا استووا في القراءة والفقه قدم الأقدم هجرة، والهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. فإذا استووا في القراءة والفقه والهجرة قدم الأكبر سنا، لقوله صلى الله عليه وسلم: وليؤمكم أكبركم. اتفق عليه، لأن كبر السن في الإسلام فضيلة، ولأنه أقرب إلى الخشوع وإجابة الدعاء. والدليل على هذا الترتيب الحديث الذي رواه مسلم عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فقدم النبي صلى الله عليه وسلم بالفضيلة بالعلم بالكتاب والسنة، فإن استووا في العلم قدم بالسبق إلى العمل الصالح، وقدم السابق باختياره إلى العمل الصالح وهو المهاجر على من سبق بخلق الله وهو كبر السن، انتهى. وهناك اعتبارات يقدم أصحابها في الإمامة على من حضر ولو كان أفضل منه، وهي أولاً إمام المسجد الراتب،
إذا كان أهلا للإمامة لم يجز أن يتقدم عليه غيره ولو كان أفضل منه إلا بإذنه. ثانيا صاحب البيت، إذا كان يصلح للإمامة لم يجز أن يتقدم عليه أحد الإمامة في بيته إلا بإذنه. ثالثا السلطان، وهو الإمام الأعظم أو نائبه، فلا يتقدم عليه أحد بالصلاة إلا بإذنه إذا كان يصلح للإمامة. والدليل على تقديم أصحاب هذه الاعتبارات على غيرهم ما رواه أبو داود من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه. وفي صحيح مسلم: ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه إلا بإذنه. وسلطانه محل ولايته أو ما يملكه. قال الخطابي: معناه أن صاحب المنزل أولى بالإمامة في بيته إذا كان من القراءة أو العلم بمحل يمكنه أن يقيم الصلاة. وإذا كان إمام المسجد قد ولاه السلطان أو نائبه أو اتفق على تقديمه أهل المسجد فهو أحق، لأنها ولاية خاصة، ولأن التقدم عليه يسيء الظن به وينفر عنه. أيها المستمع الكريم، مما تقدم يتبين لك شرف الإمامة في الصلاة وفضلها ومكانتها في الإسلام، لأن الإمام في الصلاة قدوة والإمامة مرتبة شريفة، فهي سبق إلى الخير وعون على الطاعة وملازمة الجماعة. وبهذا تعمر المساجد بالطاعة، وهي داخلة في عموم قوله تعالى فيما حكاه من دعاء عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فالإمامة في الصلاة من الإمامة في الدين، لا سيما إذا كان الإمام يبذل النصح والوعظ والتذكير لمن يحضره في المسجد، فإنه بذلك يكون من الدعاة إلى الله الذين يجمعون بين صالح القول والعمل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلا يرغب عن القيام بالإمامة إلا محروم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله لنواصل الحديث عن بقية أحكام الإمامة في الصلاة، سائلين الله التوفيق والهداية، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.